السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة. حلقة اليوم حنتكلم فيها عن كل الأخبار الرياضية، أخبار المنتخبات والمعسكرات وكمان التعيينات الجديدة. نتكلم كمان عن معسكر المريخ، آخر أخبار لاعبي المريخ الموجودين خارج السودان كمحترفين، القرارات الجديدة ببيع أو حتى عدم بيع اللاعبين المعارين. حنتكلم كمان عن الهلال، جولة المدرب ومعسكر الهلال وكمان اتجاهه ل التعاقد مع المحترفين حيكون في التوقيت الحالي ولا حيتأجل الأمر شوية، وأثره حيكون شنو على الفريق في مقبل الأيام اللي هي مباريات دوري أبطال أوروبا، انتهى تبدأ بطولة دوري الأبطال في الفترة القادمة. وحنتكلم كمان زي ما قلت عن معسكر الهلال. قبل ما أبدأ الحلقة عايزك تعمل لايك للحلقة وتتأكد لو ما مشترك في القناة اشترك معنا وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد يخص كرة القدم السودانية وكمان العالمية وقريبا بإذن الله تعالى العربية والإفريقية. حنبدأ بأخبار المنتخبات. عندنا المنتخب الأول حاليا عامل معسكره في السعودية ومواصل في المعسكر، ومؤكد عندنا منتخب الشباب حيكون في المغرب في الفترة القادمة بالاتفاق مع الجامعة المغربية والاتحاد السوداني لكرة القدم. خلاص وافقوا على معسكر للمنتخب كوتش محمد موسى في الأيام القادمة، حيعلن عن القائمة اللي حتسافر للمغرب وتعمل معسكر للاستحقاقات القادمة الإقليمية وكمان الدولية، ونشوف إن شاء الله القائمة حيكون فامنون. نتمنى إنها تكون فيها عدد من المحترفين اللي أعتقد أن لجنة المحترفين شغالة بشكل متميز في إنها تمد الاتحاد أو حتى تمد لجان المنتخبات المختلفة بالأسماء اللي حتضيف لنا إن شاء الله في الفترة القادمة. زي ما قلت المنتخب الأول بيواصل تدريباته حاليا في المملكة العربية السعودية. كوتش كواسي أبيا بيتكلم عن انه حيعمل منتخب اول للمشاركات اللي هي الخاصه بمشاركاته او منافساته على مستوى تصفيات كاس العالم ومنافساته على مستوى تصفيات كاس افريقيا، وكمان عنده قال حيعمل منتخب ثاني حيكون مشارك على مستوى الاقليمي مثلا بطوله سيكافا او حتى غيره. دي حاجات ان شاء الله حنشوفها في الفتره القادمه ونشوفها كيف حتنجح بالمستوى الافضل. قبل ما اختم معكم نقطه المنتخب الوطني، انا قبل كده اتكلمت عن المنتخب والتصنيف اللي هو موجود فيه تمهيدا للقرعه اللي حتكون في اواخر هذا الشهر اللي هي قرعه تصفيات بطوله امم افريقيا اللي هي حتكون في 2025، لسه ما اعلن عنها بشكل رسمي انه تاجلت او حتى غيره. التصنيف على فكره يعني الكلام اللي قلته قبل كده هو نفس التصنيفات، لكن خلونا اقول لكم بشكل سريع. اول حاجه منتخبنا يا جماعه في التصنيف الثالث، يا جماعه التصنيف بناء على النقاط اللي انت حققتها او حتى بناء على تصنيفك حتى على المستوى الدولي. طيب عندنا المجموعه الاولى او حتى التصنيف الاول فوق المغرب والسنغال ونيجيريا ومصر كوت ديفوار وتونس والجزائر مالي الكاميرون وجنوب افريقيا، وعندنا بوركينا فاسو والكونغو الديمقراطيه. المستوى الثاني فيه كاب فيردي، وعندنا غانا، وعندنا غينيا، وعندنا غينيا الاستوائية، وعندنا الجابون، زامبيا، وأيضا أوغندا، أنغولا، بنين، وموريتانيا، وناميبيا، وكمان كينيا. المستوى الثالث فيه متقشقر، موزمبيق، كونغو، وعندنا توغو، وليبيا، غينيا بيساو، كاميرون، جزر القمر عفوا، وتنزانيا، وزامبيا، ملاوي، وسيراليون، والمنتخب الوطني السوداني. المستوى الرابع فيه تشاد وجنوب السودان، ليبيريا، ليسوتو وإسواتيني، وكمان بوتسوانا، إثيوبيا، بوروندي، رواندا، غامبيا، والنيجر، وإفريقيا الوسطى. أنا أتمنى أن القرعة تنصفنا وتقيف معانا ويكون يعني اللي أنا أتمناه صراحة يكون مثلا يعني منتخبات زي الكونغو يكون رأس المجموعة، المنتخب الثاني يكون مثلا كينيا ولا مثلا ناميبيا، ولا يكون والمنتخب الوطني السوداني كثالث، وكمان عندنا تشاد. يعني الكونغو، كينيا، المنتخب الوطني السوداني وتشاد او حتى جنوب السودان او حتى اي فريق من المستوى الرابع. دي برضو حضف لنا كثير ان شاء الله ونقدر من خلاله نقدر ننافس بشكل متميز. طيب حنتكلم مباشره ونبدا معاكم في اخبار نادي المريخ. بيع محمد المصطفى بشكل رسمي لنادي عزام التنزاني. المريخ وافق بشكل رسمي انه يبيع حارس المرمى المعار لنادي عزام التنزاني بشكل نهائي، ودي واحدة من الأخبار اللي ممكن تفرح إنه محمد المصطفى حيشوك طريقه نحو الاحتراف، وممكن تكون خطوة بالنسبة له كويسة جدا جدا في إنه يكمل على المستوى الإفريقي إلى ما بعد عزام أو حتى مع عزام ينافس على المستوى الإفريقي سواء كان على مستوى دور الأبطال أو حتى على مستوى الكونفدرالية. ودي واحدة من الحاجات اللي بندعمها دائما إنه لاعب سوداني بيشوك طريقه نحو الاحتراف. والمريخ يعني وافق لأحمد المصطفى ورفض بيع أحمد حامد التش، وكمان
اللاعب بخيت خميس لعيبه نادي النصر الليبي وكمان حتى السويحلي. شفنا احمد حامد التشبع السويحلي سجل هدف مؤكد، هدف حلو جدا جدا جدا، هدف فيه جهد بدني وكمان جهد فردي وكمان جماعي كان مميز جدا جدا، سجل هدف والناس كلها ما شاء الله مبسوطه من احمد حامد التش، ومؤكد ان احنا كلنا مبسوطين لتألقه. المريخ رفض بيعه لنادي السويحلي، انا اتمنى انه يكون العرض من نادي غير السويحلي عشان فعلا كنا حندعم خطوته، لانه احنا محتاجين لعيبتنا كلهم يكونوا موجودين على مستوى البطولات القارية. اللي يكون لاعب مع المريخ أساسا ما قاعد يشارك، أو حتى مع الهلال ما قاعد يشارك نهائيا، فبالتالي لو جاته فرصة في الدوري الليبي أو حتى فريق ما بيلعب على المستوى الإفريقي أنت في إمكانك تكون موجود معه. عشان كده نحن ممكن ما ندعم التش إنه يكون موجود مع فريق السويحلي الليبي في الفترة القادمة بحكم إن المريخ حيلعب على المستوى الإفريقي، وهي فرصة أساسا للتش زي ما نحن باركنا خطوة محمد المصطفى ليه هو على المستوى الشخصي إنه يكمل في مسيرته الاحترافية، ويشرفنا ويكون فخر لنا. نحن عايزين برضو التش يشرفنا لكن مؤكد في المكان اللي احنا نتمناه ليه دائما زيه زي بخيت خميس، لكن بخيت خميس ممكن شوي وضعه يختلف مع انه فريق النصر الليبي ممكن يشارك على المستوى الافريقي في الفتره القادمه، ودي واحده من الحياة اللي احنا حنشوفها، وحنشوف اصلا المريخ كيف حيتعامل مع الملف ده بشكل كامل في الفتره القادمه، سواء كان حيوافق على بيع اللاعبين او حتى الرفض يكون نهائي وتم. طيب حنقول اعداد المريخ حاليا بيتواصل مؤكد في القاهره من المدربين الوطنيين، مؤكد كوتش ابراهوم وكمان كوتش فيصل العجب وعدد من اللاعبين القدام الموجودين مع نادي المريخ، وبكليه كبيره جدا جدا من اللاعبين. ممكن جدا المريخ يا جماعه يعني يكون في اعتماد اللي هو بشكل اساسي على اللاعب الوطني مع اضافات تكون مميزه بالنسبه للمحترفين، وصراحه بيني وبينكم يعني صوت اشاده بالنسبه لي اللجنة أو حتى بالنسبة للفريق اللي هو الفريق الإداري الخاص بنادي المريخ من الرئيس النمير لغاية أصغر واحد شغالين بشكل متميز. شفناهم حتى الصفقة الخاصة بحارس مرمى جنوب السودان ماجاك ماويد هي اترفضت بشكل رسمي، والحارس رفض أنه يخضع للتدريبات، وحاليا المريخ بشكل رسمي رفض انه الحارس انه يكون موجود معه او حتى حيمضيه في الفتره القادمه. ودي واحده من الحاجات اللي استغربت لها جدا جدا، انك انت عندك ثلاثه حراس عشان تعوض رحيل محمد المصطفى، تقوم تدفن واحد زي ابو 20 ابراهيم ابو 20 او حتى جرس كافي او حتى احمد بيتر. لا الثلاثه كويسين والثلاثه المفروض يكونوا موجودين كفريق في الفريق الاول، ولو انت محتاج لحراس الوطنيين موجودين، والاهم من ده كمان حتى المريخ اعتقد في فريق الشباب عنده لعيبه مميزين جدا جدا من الحراس، في امكانك تضيف كحارس رابع في الكشف بتاعك، ومتى ما احتجت له انت ممكن تجيبه بدل تجيب حارس اصاباته يعني اتصاب اصابه كبيره، وكمان بنتكلم عن انه حاليا عاطل من غير نادي وبرضه رافض انه يكون موجود على مستوى الاختبار. عندنا كمان يوسف الفنلندي اللاعب اللي المريخ حاليا جمد المفاوضات معه بشكل رسمي. انا بستغرب صراحه يا جماعه في حاجه، يعني أنا بستغرب في لاعب كان في الدوري الفنلندي او موجود في فنلندا او بيلعب في فنلندا مع اي نادي في الدوري الفنلندي حتى ولو درجه اولى، ما دوري محترفين درجه اولى، شنو المحفز حاليا في السودان عشان تيجي تسجل مع نادي سوداني؟ شنو المحفز؟ بشكل مبسط وباختصار معناها اللاعب حاليا عاطل لانه موجود مع المنتخب من فترات طويله جدا. الجزئية الثانية المهمة انه انا سامع مفاوضات يوسف الفنلندي مع المريخ او في ناس موجودين على مستوى الاتحاد والناس الكبار خدوا يوسف الفنلندي في المنتخب الوطني، مش بقول انه امكانياته ما كويسة، لكن وجوده في المنتخب الوطني الفترة الطويلة دي كلها لتجهيزه عشان اغراء اداري المريخ لتسجيل هذا اللاعب. هل ده معناه انه اللاعب ما كويس؟ لا اللاعب كويس وممكن اضيف مع المريخ بس محتاج فترة. بس صراحة السؤال بيطرح نفسه، لو هو عنده نادي في الدوري الفنلندي اللي بيجيبه الدوري السوداني شنو؟ وين الدوري السوداني ذاته عشان يشترك فيه؟ فانا استغربت جدا صراحه من انه اللاعب يكون اساسا انه يكون موجود، هل لو عنده نادي بيجيبه هنا شنو؟ معناه حاليا هو من غير نادي. حيضيف مع المريخ؟ ممكن يضيف مع المريخ، ما بتقدر تجزم انه هو ما حيضيف نهائي، واد مهاري وصغير جدا وعمره صغير وسريع وكمان حتى ممكن يضيف مع المريخ زي ما انا قلت من شويه. فانا استغربت في في انه قبول للتفاوض في انه يرجع السودان او حتى يكون في السودان، وانه المريخ وقف المفاوضات، حاجه كده ما تفهمها صراحه. هل الناس دي ما اتفقت في شنو يعني مثلا في العموله؟ الناس كانوا مفروض جايبين اللاعب. طيب عندنا ثاني حنتحول لاخبار نادي الهلال اللي هي تالق ديفيد اباغنا رفقه الفريق المولدوفي. كل مباراه بنشوف اللي ديفيد اباغنا بنلقاه بيسجل هدف، تالق عالمي، جناح وسط، جناح ايمن لاعب، جناح ايسر لاعب، وسط لاعب، مسجل الاهداف بشكل راتب،
ديفيد اباغنا بيقدم في مستوى متميز جدا جدا رفقه الفريق المولدوفي. انا اتمنى انها تكون فعلا اعاره للاعب بالنسبه للفريق المولدوفي، لانه واحد من ابرز اللاعبين في خط الوسط اللي كان مع الهلال اخر سنتين. الاهم من ده، من القناعات الخاصه الشخصيه، انه ديفيد اباغنا ما لقى فرصته مع الهلال للمشاركه، وتمنياتي انه يراجع الهلال عشان فعلا حيقدم مستوى مختلف ومتميز. عندنا ثاني جوله المدرب فلوران ايبنجي بالنسبه لاستكشاف او حتى بالنسبه للتعاقدات، او حتى ممكن تكون جوله لانه يشوف السوق الافريقي فيه شنو من المواهب، ودي واحده من الجولات اللي اعتقد انها مهمه جدا، حتفرق كثير في طريقه التعاقد وشكل التعاقد ونوعيه التعاقد مع اللاعبين في الفتره القادمه، ودي واحده من الحاجات اللي نحن حننتظرها في الفتره الجايه تكون نتائج واضحه وباينه للعيان على مستوى التنافس ما بعد دور المجموعات. ما في واحد بشجع الهلال في التوقيت الحالي حيرضى انه المدرب ما يعدي دور المجموعات في النسخه لدوري ابطال افريقيا القادم، ولو المشاركه كانت على مستوى دوري السوبر انك تكون موجود في دوري السوبر لاكثر عدد من المواسم، لان دوري السوبر فيه هبوط. دي نقاط مهمه بالنسبه للهلال. الهلال يا جماعه حيعمل معسكر في القاهره بدلا عن بنغازي، اللي بدلا عن ليبيا، حيكون المعسكر في مصر في الفتره القادمه. برضو اعتقد اجواء مصر افضل، انديتها افضل، مرافقها افضل. غير كده نتكلم عن انك في امكانك تلعب مع انديه مختلف، يعني المعسكر في مصر في امكانه يضيف معاك الكثير، ودي واحده من الحاجات اللي برضو حنشوف نتائجها، واتمنى انه يكون الاختيار بناء على الشيء الفني وبناء على ما يكون من استحقاقات قادمه في الفتره القادمه. طيب بالنسبه لتاجيل تسجيلات الهلال للمحترفين ليونيو، دي واحده من الحاجات يا جماعه المهمه ان الناس شويه كده فهمها، انه الهلال لو اخر تسجيلات اللاعبين ما حيكون في انسجام بالنسبه للاعب. انا عايز اعرف هو من اللاعب الحالي مثلا فريقه بيلعب على مستوى الدوري حيسيب فريقه عشان يجي يلعب مع الهلال في معسكر، ولسه المعسكر حيبدا في الفتره القادمه. هل اللاعب عاطل؟ يعني انت بتشتري لاعب عاطل؟ يعني الهلال لو اشترى محترفين في التوقيت الحالي وينضموا الهلال في التوقيت الحالي، انت خد في بالك انه اللاعب ده عاطل حاليا ما عنده نادي، فطبيعي انه حتى شكل التفاوض وطبيعي انه اللعيبه يتم معاهم التعاقد او غيره وغيره في يونيو. انت حتى ولو وصلت لتفاهمات، انا عاجبني في اداره الهلال انهم حتى لو وصلوا لتفاهمات مع المحترفين ما في اعلان، ما في تسريب، ما في واحد في المجلس كده بيمشي يبيع المعلومه بجنيهين، لسه كل شيء في السر. فبالتالي اي تفاهمات او اتفاق مع اللاعبين حيظهر خلاص قدامك شهر واحد، وانت حتشوف الهلال حيسجل منه، ودي واحده من ابرز الحاجات الموجوده عند مجلس اداره نادي الهلال الاحترافيه اللي هم شغالين بها. دي واحده من الحاجات اللي بحبها جدا جدا في مجلس اداره نادي الهلال. عشان كده يا جماعه طبيعي نشوف المحترفين حيجوا ينضموا في يونيو، ان جبت محترف الليله معناه عاطل، دي ما عايز اي نقاش. طيب الجزئيه الثانيه المهمه الخاصه باللاعبين، كبير تكلمنا عن تالق اللاعبين المحترفين خارج السودان كلاعيبه محترفين. يا جماعه شرف الدين شيبوب بيقدم في حاجه واحده من الحاجات المهمه جدا، افضل محترف سوداني. اكيد في محترفين كلاس اي دخلوا مستوى مختلف، لكن افضل محترف طلع من الدوري السوداني او موجود كابن للسودان من داخل السودان وتربى في الدوري السوداني ومشى لعب خارج السودان هو شرف الدين شيبوب. دي حاجه ما اعتقد انه في اثنين سودانيين ممكن يختلفوا فيها. كل ما مشى لدوري كسب بطوله سواء كان دوري او حتى كاس. اليوم بيتوج بشكل رسمي مع فريق الجيش الرواندي بالدوري الرواندي، الموسم الجاي هيشارك على مستوى دوري ابطال افريقيا، وممكن نشوفه حتى منافس للهلال والمريخ على مستوى التمهيدي او حتى دور الاثنين وثلاثين. رواندا متطوره في كل شيء، حتى الكوره متطوره جدا جدا. شرف الدين شيبوب بنقول له مبروك، صراحه بيقدم في مستوى طيب، بيقدم حتى في سمعه كويسه بالنسبه لنا كسودانيين، ودي واحده من الحياة اللي احنا دائما لما نذكر خبر لاعب بيقدم في مستوى طيب بنذكر اللاعب لما حتى اداؤه وجهده بينعكس على احنا ديل. عشان كده بنشكره ونقول له ربنا يوفقك وتقدم افضل بالنسبه لينا نحن كسودانيين، يعني برضه ليك انت برضه على المستوى الشخصي، وتمنياتنا نشوفك فعلا يوم من الايام مع المنتخب الوطني في بطوله افريقيا، وكمان حتى مع الجيش الرواندي بتتقدم بشكل متميز ومع نادي اكبر من الجيش الرواندي على المستوى الافريقي، رجعت للسودان او حتى مشيت انديه الصف الاول على المستوى الافريقي. طيب دي يمكن الرؤيه بشكل عام عن حلقتنا لهذا اليوم. انا بشكركم دائما، صراحه طولنا شويه في الحلقه، لكن في النهايه حابين انه نحيطكم بكل الاخبار الخاصه بالرياضه في هذا اليوم. انا بشكركم دائما، ان شاء الله دائما تامر الامين. شكرا لكم.